سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. كان النبي يوسف صغير وكل ما يكبر يصير شكله كيوت، واخوان العشر يغارون منه عشان ابوه يحبه. وبعدين اخوانه جاوا العشر، وجاء واحد منهم قدام وتكلم مع ابوه ايش اسمه، وقال يبا ممكن تعطيني اخوي عشان نلعب معه بالحديقة. فهم قال لا، خاف يجي هذيب او ترمونه بشيء مكان مهجور. فهم قال لا لا. فهم جاء واحد ثاني قال لا تخاف، فانا بقول لك الحقيقة. بعدين اوكي قال اوكي، بعدين اروح معهم. بعدين وصلوا للشارع، ما راح يلعبون بالحديقة، كذبوا عليه. بعدين لقوا قدامهم البير، فمن واحد منهم قال تجمعوا، فمن جاوا كلهم إلا يوسف عليه السلام والصلاة. بعدين يلا يلا كمل. بعدين إيش صار؟ أرموه بالبير، اتفقوا يعني إنهم يرمونه بالبير. حطوا عليه كاتشب او شطه ما ادري شو عشان يكون كنه ذيب. رموا لا مو اكلوا، رموا اكلوا بعضهم، اكلوا بعضه ورماه بالبير وقعد يصيح يصيح يصيح. قام كان ينام يدريه، فما قام لقاه بالبير. الا ايش صار؟ جو بياعين الناس، يعني يبغون اي شيء، اي واحد فريق اليهم ما عنده فلوس ما عنده شيء ما عنده اب يبيعونه. فهم اخذوه ثم ضعوه للمصر، مصر بعيد عنهم. بعدين بعدين ايش صار؟ ارسلوا الشاحنة اللي قلت لكم اياها، شاحنة وبعدين قام يوسف عليه السلام والصلاة، كان نايم بالسيارة نام مرتين. كمل. نام مرتين بالسيارة. يوم وصلوا مصر، وصلوا مصر لقى نفسه ببيت مصر، ببيت ملك، وهو صار الأمير. ثم صار قام قال وين انا للملك؟ قال انت ببصر وش تبي؟ قلت له وين ابوي جبريل عليه السلام والصلاة؟ قال ابوك ما فيه، انا ابوك. فمن قال انت مو ابوي، انت اسمك جبريل؟ قال لا. فمن قال اجل انت مو ابوي. وجات الملكة والاميرة اللي يجون يقولون ايش فيك يا اخوي؟ البنت قالت اخوي، والام قالت يا ولدي. فهم قالوا وين ابوي جبريل عليه السلام والصلاه واخواني العشر؟ بعدين بعدين صار قام خلاص خلاص، يعني خلاص قام صار متعود على المكان. الا جبريل عليه السلام والصلاه قال لاخوانه العشر وين ابوكم؟ وين اخوكم يوسف عليه السلام والصلاه؟ قال وحطيناه بالبير، قصدي اكلوا الذيب. وشوف صورته، صوره طلع ما شققت فلان فلان. ما قلت لك وياه. يلا 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 يلا. ايش صار؟ صوره وراه الا ما في شقيق ملابس ولا شيء، بس كذا شطه وكاتشب. يكفي يكفي اليوم، نكمل بكره عشان تعرفين باقي القصه. هذا الجزء الاول، بعدين الجزء الثاني.